أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى 19 قرية في إمام مويس لا تزال مهجورة إلى اليوم في ديالى. ونطالع في العرب اللندنية الصناعة النفطية العراقية أمام تحدي الاحتجاجات وفرص عمل لكوادر غير مؤهلة. ونطالع في القدس العربي إيران تعلن تعرض موقع نطنز النووي لعملية إرهابية. ونتصفح في العرب الجديد العراق حج انتخابي مبكر إلى المدن المحررة من داعش. أقرأ في عربي 21 الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس. جاء في EBC المسلمون في أستراليا خائفون من جرائم كراهية ضدهم خلال رمضان. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في Middle East Eye ترحيب على منصات التواصل بنهاية مؤسسة إسلامية بريطانية خدمت اليمين وأعادت الإسلام. أهلا بكم. عن الهيمنة الإيرانية كتبت باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية: طوى شهر مارس أيامه وارتحل دون أن تتحقق القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. الميليشيات الموالية لإيران كانت وراء ذلك، كما يتداول الشارع العراقي بتعكيرها أجواء القمة والدفع باتجاه إرجائها وفشلها تاليا. فمن المشهورات البديهيات في لائحة السياسة الخارجية للدولة الإيرانية أنها خططت منذ زمن طويل لتطويق البلدان الأربعة: العراق، سوريا، لبنان واليمن، ومحاولة لإشغالها في الداخل لتصفية الجبهة المعارضة للنفوذ الإيراني وعزل هذه الدول على وجه الخصوص عن الوطن العربي. الكاظمي ليس أسير أجندة الميليشيات الموالية لإيران، وإنما الميليشيات وحكومة الكاظمي منظومة واحدة وهي جزء من المشروع الإيراني المناهض للعرب، لأن الحكومة هي التي تمول الميليشيات بالتجهيزات والمال والسلاح، وأن أي دعم لهذه الحكومة يعني دعما للميليشيات الموالية لإيران. لذلك يفترض، وقبل الحديث عن احتضان العراق وأحلام التكامل الاقتصادي واتفاقيات الربط الكهربائي والأمن القومي، أن يتم تحرير العراق أولاً من سطوة إيران وأذرعها، لأنه لن تقوم للعرب قائمة إلا بتحرير العراق من المشروع الإيراني المسكوت عنه أمريكياً وعربياً، ذلك المشروع الذي جعل العراق أداة تنفيذ وجسراً لتدمير الأمة العربية. فهل يعقل أن القادة العرب غير مدركين للحالة السياسية التي يعيشها العراق، أم أن هناك تغاضياً مقصوداً عن المشهد العراقي من أجل مصالح اقتصادية؟ جميع المحاولات السابقة والاتفاقيات الساعية للتقارب العراقي العربي فشلت بسبب سيطرة إيران على مؤسسات الدولة العراقية، وقد لمس العراقيون أن أي مشروع اقتصادي في العراق إذا لم يصب في مصلحة إيران يكون مصيره الفشل، ويتعين أن يدرك الجميع استحالة إعادة العراق إلى الحضن العربي قبل تطهيره من هيمنة إيران ومن عملائها وميليشياتها التي تتحكم في البلاد. وينبغي أن تكون هناك خطة عربية لتطهير العراق من الهيمنة الإيرانية. باهرة الشيخلي تقول: يجب حصر السلاح بيد الدولة وتخليص الجسد العراقي من الميليشيات وهيئة الحشد الشعبي التي تعمل بنظام مزدوج، فهي تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة عندما تقتضي مصلحتها ذلك، وتنفذ الأجندة الإيرانية عندما تأمرها إيران. وقد نشر موقع ديفينس وان الأمريكي تقريرا أفصح عن مخاوف حقيقية تساور كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين من أن تدفع الميليشيات المارقة في العراق الدولة إلى حرب أهلية داخلية. جاء في موقع رسام: متى يعود العراق لحضنه العربي؟ مقال للكاتب زيد بالباجي نشره موقع رسام للدراسات.
بعدما يقرب من عقدين من الاحتلال الأمريكي للبلاد، لا تزال حكومة مستقرة وشاملة التي لطالما تمناها الشعب العراقي بعيدة المنال. ولم تشهد الفترة التي تلت نهاية السلطة العراقية قبل 2003 ازدهار البلاد وتقدمها، كما لم يتم بناؤها بالثروة الطبيعية العظيمة التي تملكها. وبدلا من ذلك انتقلت الحكومات المتعاقبة من أزمة إلى أخرى. لا شك في أن العراق كان دائما في وسط التنافس الإقليمي بين إيران ودول الخليج، وهو موقف كان له تأثير ملحوظ على استقراره وجهوده التنموية. لقد لعبت الحكومات سيئة السمعة وغير التمثيلية لإرادة الشعب بعد الغزو دورا فعالا في تأجيج التوترات الدينية أثناء الانخراط في إدارة اقتصادية عشوائية، مما جعل العراق أرضا خصبة لتجنيد الإرهابيين. على الرغم من أن صعود تنظيم الدولة داعش كان في جزء منه رد فعل على الفساد المتفشي للنخب العراقية الجديدة، إلا أنه سلط الضوء أيضا على مخاطر إشراك القوى الأجنبية في شؤون العراق، كما أظهر في الوقت نفسه ضرر وجود فيلق قدس الإيراني الذي عزز الميليشيات المقربة من إيران. ولكي يتقدم المجتمع العراقي، يجب على الحكومة أن تسعى إلى الحد من أنشطة الميليشيات. تاريخياً كان العراق ذو مركزية في العالم العربي، وبالتالي فليس من قبيل المصادفة أنه في عقاب انهيار الدولة أصبحت المنطقة بأكملها أكثر انعداماً للأمن. ويضيف الموقع: وأظهرت الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة أن التدخل الإيراني يمنع إنشاء مؤسسات ذات سيادة مستقلة، ويبعد الدول التي يملك نفوذا فيها عن أشقائها من الدول العربية. ولكن بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، يجب أن يتعلم كيف يقف على قدميه. نطالع في المدى، ما زال ملايين العراقيين يتساءلون بدهشة لماذا انحدر وضع البلد إلى ما نحن فيه من فقدان للسيادة والثروة والأمن وحتى الكرامة. مقال للكاتب فوزي عبد الرحيم في صحيفة المدى. خرجنا من تجربة مريرة كلفتنا خسارة أرواح مئات الشباب العراقيين وجرح وتعويق آلاف آخرين في انتفاضة تشرين، ورغم كل ذلك فإن ما تحقق لا يرقى لمستوى تلك الطموحات، ولم يلب الحد الأدنى لشعاراتها وأهدافها، والتي كان من ضمن أسباب نكوصها عدم وجود كيان سياسي منظم يقودها ويحدد أهدافها وشعاراتها، وهي معضلة ستواجه أي جهود جادة لإحداث تغيير سياسي حقيقي وإيجابي. لذلك فإن أول شيء يجب التفكير به هو كيف ننظم جهودنا الساعية للتغيير، خصوصاً وأن الأجيال الحالية تعيش انقطاعاً عن الميراث النضالي للشعب، كما هي معبأة بمفاهيم معادية لفكرة التنظيم بشكل خاص وتفتقر للخبرة في العمل الجماعي. فشعار الوعي قائد رفع كرد فج على دعوات التنظيم التي أطلقها بعض المخلصين للحراك وأهدافه من بعض أصحاب السبق والخبرة. يضيف الموقع أن التغيير حصل بأيد غير عراقية، وأن بديلا وطنيا لنظام صدام لم يكن جاهزا، ما سهل مهمة أفراد وشرائح في أدنى السلم الاجتماعي لتصدر المشهد السياسي بسبب لا وطنيتها وغرائزيتها، ما يجعلها مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق مصالحها. جاء في العربي الجديد: العراق حج انتخابي مبكر إلى المدن المحررة من داعش. تقرير لصحيفة العربي الجديد، وجاء فيها: تعاني مدن شمال العراق وغربه فضلا عن مناطق حزام العاصمة بغداد من دمار واسع وترد في مستوى المعيشة، وما زالت آثار المعارك والدمار الذي خلفته سنوات القتال ضد تنظيم داعش ماثلة مع تنصل الحكومات المتعاقبة من وعود الإعمار أو مساعدة الناس
على بدء حياتهم مجددا من خلال منحهم تعويضات لبناء منازلهم ومتاجرهم وسط تراجع كبير في القطاعين الصحي والتعليمي. شهدت الأسابيع الستة الأخيرة توافداً متزايداً من قبل زعماء أحزاب وقوى سياسية مختلفة نحو المدن العراقية المنكوبة شمال البلاد وغربها بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات، وهو ما جعل سكان المدن يضعون الزيارات في سياق حملات انتخابية مبكرة قبل تشريعيات 10 أكتوبر تشرين الأول المقبل، واعتبروا أنها لم تأتي بجديد في ظل تكرارها الشعارات والوعود نفسها التي طرحت في انتخابات عامي 2014 و2018، تحديداً مثل التعهد بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين وإعادة إعمار هذه المدن ودفع تعويضات للسكان وضمان فرص العمل. وزار زعماء ونواب الموصل والبعاج وتلعفر وربيعة والحضر ضمن محافظة نينوى، وبيجي وتكريت وسامراء ضمن محافظة صلاح الدين، والفلوجة والرماد والقائم ضمن محافظة الأنبار. وبسبب عدم توفر قاعات للمؤتمرات أو مبان كافية في تلك المدن المدمرة، أجريت بعض تلك الزيارات في خيام داخل الشوارع، وأقام بعض النواب والسياسيون ولائمة كبيرة دعوا إليها الناس في وسيلة جديدة للجذب ولفت الانتباه، واستخدم آخرون مساجد ومضايف شيوخ وزعماء عشائر للاجتماع بالناس. يجدر بالذكر حيث تتركز غالبية تلك الزيارات على القوى السنية وسط مخاوف من تكرار ظاهرة استخدام المال العام في الحملات الانتخابية، خصوصا مع إطلاق عدد من السياسيين ووعودا خدمية مثل تعبيد الطرق وبناء مركز صحي وتوفير منظومات مياه للري وتوظيف في أجهزة أمنية. أسترازينيكا وحرب اللقاحات، لا يمكن أن يوصف مشهد تعاطي بعض الدول مع لقاح أسترازينيكا البريطاني إلا بأنه إعلان حالة حرب على الشركة المصنعة ومن ورائها بريطانيا، إذ توالت ضربات دول الاتحاد الأوروبي عبر تصريحات رسمية وشبه رسمية تتهم اللقاح البريطاني بعدة اتهامات وطالبت عدة جهات حكومية بإيقاف استعماله. مقال الكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي جاء فيه: سارع شركة أسترازينيكا للدفاع عن منتجها بأن قدمت بيانات علمية ذكرت فيها وجود 37 حالة حدوث تجلط في الدم بين 17 مليون شخص تلقوا اللقاح. وطرحت الشركة تساؤلات علمية مفادها: هل كان اللقاح هو سبب تخثر الدم؟ أم كانت هنالك أسباب أخرى؟ أو حتى تم ذلك مصادفة؟ هل كانت حالات تخثر الدم تلك ستحصل بمعزل عن اللقاح؟ التقارير العلمية العالمية أشارت بدورها إلى أن وقوع 37 حالة جلطة هي أقل من المتوقع، وأن ليس هناك تفسير علمي مقنع يربط بين لقاح أسترازينيكا والإصابة بتجلط الدم. لهذا السبب قالت هيئة ترخيص الأدوية في المملكة المتحدة إنه لا دليل على وجود صلة بين الأمرين. حرب اللقاحات ابتدأت مبكراً، إذ حذرت بعض دول الاتحاد الأوروبي من لقاح أسترازينيكا، وكانت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى قد تبنت موقفاً حذراً في التعامل مع اللقاح المذكور، حين أوصت بعدم استخدامه مع الأشخاص الذين يتجاوزوا سنهم 65. تخبط القرارات العلمية في بعض الدول دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وبلغ مراحل متقدمة، إذ كان القرار الفرنسي في شهر مارس أن لقاح أسترازينيكا غير آمن أو غير فعال بالنسبة لكبار السن، لكن يبدو أن القرار الطبي قد تغير في فرنسا، إذ قررت السلطات الصحية تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً وأخذوا جرعة أولية من لقاح أسترازينيكا بجرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا، لأن أسترازينيكا غير آمن بالنسبة لصغار السن.
نشرت شبكة إي بي سي الأسترالية تقريراً أعدته زينة شمس تحدثت فيه عن مخاوف المسلمين من التردد على المساجد في أثناء شهر رمضان المبارك. وأدعت منظمة المناصرة الإسلامية الأسترالية عبر فيسبوك وتويتر لإغلاق جماعات اليمين المتطرف وصفحاتها التي تنشر الكراهية كما جاء في المقال. وقالت المتحدثة باسم المنظمة ريتا جابري ماركويل إن صفحات فيسبوك هي الملجأ الحقيقي لجماعات الكراهية، وقالت هناك فراغ قانوني لأنه لا يوجد ما يحمينا بناء على قانون السلامة عبر الإنترنت، وكل ما هو متوفر لدينا هو قانون مكافحة التمييز الذي يحتاج لوقت طويل كي نتعامل معه. يمثل الشهر لكل المسلمين حول العالم فترة التعبد بهدوء، لكن قادة المساجد في أستراليا عبروا عن مخاوفهم مع قرب بداية الصيام. وعبر مدير مسجد هولاند بارك في بريسبن علي قدري عن اعتقاده أن المسألة هي مسألة وقت قبل أن يتكرر نفس ما حدث في مسجد النور في كرايست تشيرش بنيوزيلندا عام 2019، وأضاف لو وصلنا لطريق وظللنا نتجاهل التهديد الحقيقي الذي تمثله هذه الجماعات اليمين المتطرف، فإن الأمر لم يعد لو ولكن متى يتعرض مسجد لنفس الهجمات. وعبر المصلون الذين يرتادون المسجد والذي يعد من أقدم المساجد في أستراليا عن مخاوفهم، حيث قال قدري إن المصلين تعودوا على التلميحات العنصرية من السيارات المارة من أمام المسجد، لكن مسجد بريسبن ليس الوحيد في التعبير عن المخاوف، ففي دراسة أجرتها جامعة تشارلز ستيرت كشفت عن أن نسبة 75% من المساجد التي شاركت في الدراسة عانت من عنف مستهدف في الفترة ما بين 2014-2019، وشملت الهجمات أعمالا تخريبية واعتداءات جسدية على المصلين وشعارات جدارية مؤذية وهجمات لفظية وانتهاكات على الإنترنت. وفي بعض الحالات المتطرفة تلقت المساجد رسائل تهديد حسب الدراسة. وفي خبرنا لهذا اليوم، غطى الرماد جزيرة سانت فينسنت حيث كان الهواء مشبعا بالكبريت غداة سلسلة من الانفجارات البركانية التي أجبرت آلاف السكان على الهرب فورا في حالة هلع من هذه المنطقة الواقعة في جزر الهند الغربية الصغيرة. وبدأت سحابة الرماد الكثيفة التحرك شرقا على بعد 175 كيلومترا مقتربة من جزيرة بارا بادوس المجاورة، حيث دعي السكان إلى البقاء في بيوتهم حسب وكالة الكاريبي لحالات الطوارئ. وقالت زين بونيت التي تعيش في ريلان هيل بالقرب من بركان لاس فورير الذي ثار الجمعة في سانت فينسنت للمرة الأولى منذ 4 عقود لوكالة فرانس بريس إن الجو يصبح ضبابيا أكثر فأكثر ونلتزم بالبقاء في الداخل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.